من شبهاتهم أيضا التي يرددونها وللأسف تروج على من لا علم عنده وتروج على النساء بصفة خاصة لغلبة العاطفة، أنهم يقولون إن الحكام المسلمين اليوم يبيعون البترول للكفار، والبترول هو أداة تحريك الآلات، ما تطير الطائرة إلا ببترول، وما تسير المجنزرة إلا ببترول، ففي هذا إعانة للكفار الذين يحاربون المسلمين على حرب المسلمين ببيع البترول. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أن منع بيع المسلمين البترول للكفار يترتب عليه الإضرار بالمسلمين وتعطيل مصالحهم من غير أن تندفع المفسدة المذكورة. لو قلنا يحرم بيع البترول للكفار، طيب ما باعهم المسلمون الكفار، ما باعهم المسلمون البترول، سيسقط اقتصاد المسلمين ويترتب على ذلك الإضرار البالغ بالمسلمين. هذا الضرر هل تقابله مصلحة؟ الجواب ما تقابله مصلحة. لماذا؟ لأن المعلوم أن الكفار لديهم مصادر أخرى للبترول، وقد تعلم الكفار من درس التاريخ. الملك فيصل رحمه الله لما منع البترول كان لذلك أثر في ذلك الوقت، ثم إن الكفار تعلموا من هذه التجربة وأصبحت عندهم احتياطيات عالية من البترول، واخترعوا ما يسمى بالبترول الصخري الذي استخرج من الصخر. فلو أن المسلمين منعوا من بيع بترولهم لما ترتب على ذلك إلا الإضرار بالمسلمين من غير أن تندفع المفسدة المذكورة. والوجه الثاني أن في امتناع الدول الإسلامية من بيع البترول للكفار استعداءً على الدول الإسلامية، ولا طاقة للمسلمين بهم، فتترتب على عدم بيعهم مفاسد أعظم من مفسدة بيعهم للبترول. وقاعدة الشريعة أنه إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها. والوجه الثالث أنه لو سلم أن في هذا إعانة لهم من غير عذر فهذه إعانة من أجل الدنيا، من أجل النقود، وهذه معصية كما تقدم وليست كفرا. الإعانة من أجل الدنيا، من أجل المال، هذه معصية وليست كفرا. فتبين بكل هذه الوجوه أنه مع جميع الوجوه والاحتمالات فإن هذا الأمر ليس كفرا وناقضا من نواقض الدين.